سلمى، أكيد ده رح ننتقل لأولى فقراتنا بصباحنا لليوم، ويمكن رح ننتقل على التطور اللي عم يشغل بالنا عبر الشاشة المضيئة، ويمكن كتير عم نتواصل للحصول على المنتجات اللي عم تتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانت فردية لأشخاص معينين أو كانت من جهات خاصة. كمان رح نحكي عن هذا الموضوع، السوق الإلكتروني اللي بدأ عم يظهر بشكل منظم أكثر بالوقت الحالي. رح نحكي كل هالتفاصيل مع دكتور عمار دلول، متخصص في مجال الاتصالات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. النور، أهلا أهلا وسهلا فيك. فيك. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا فيك. النور. يعني بالبداية هيك خلينا نتعرف أكثر شو المقصود بالتسوق الإلكتروني. حقيقة هي يعني التسوق الإلكتروني هو يقع تحت شيء ما يدعى التجارة الإلكترونية. هي نوع من انواع التجاره، اما بالتجزئه او بالجمله. فكنا متعودين نحن لما بنشوف منتج ننزل على مكان مخصص لتسويق هي المنتجات، وليكن سوق او مول او محل، ونشوف هالمنتجات وننقي المنتج اللي بيناسب حسب احتياجنا بشكل فيزيائي. اليوم لما تحول ان المنتجات صارت تعرض على شكل مواقع الكترونيه او تطبيقات على الموبايل، طبعا الصبايا اساتذه فيها هي القصه، يعني ضلوا على الفيسبوك او على الفيسبوك او اي مكان، فبالتالي تحولت التجاره من مبيعات فيزيائيه لمبيعات الكترونيه، فسميت تحت اسم التجاره الالكترونيه او التسوق الالكتروني. فعمليا هي يعني اذا بنعرفها بشكل بسيط هي عرض المنتجات والتبادل التجاري من خلال مواقع الكترونيه او تطبيقات الكترونيه عن طريق الموبايل. نعم، يعني عم نشوف كثير هلا من الشباب والصبايا عم يعرضوا منتجات وعم يروجوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني عم تكون مصدر رزق لهم. صحيح. خلينا نحكي كمان عن هذا الشيء، هل هو بتعتبره منظم كتسويق الكتروني؟ نعم. هل هو بيحتاج لرخصه او مثلا كفاله معينه؟ نعم. لكفاله الجوده؟ نعم. في شيء مستقبلا حقيقه هو دائما باي قطاع جديد، كونه بالنسبة لنا نعتبر هذا القطاع جديد ببلادنا، أي قطاع جديد بيبدأ بشكل عشوائي وغير منظم بمبادرات فردية. فبيجي شخص بيروح بيعمل موقع، بيجيب شوية أغراض بيحطهم، بيعمل عملية بيع إلكتروني بالتجزئة، وبصير في عنده طلبات، ومن ثم بتصير القصة حالة منتشرة، فبتصير في عملية وعي بين العالم لعملية البيع الإلكتروني، وبتروح باتجاه التنظيم. حقيقة إذا بدنا نحكي نحن الواقع الحالي إنه في كتير مبادرات شبابية وفردية عم تقوم بعمليات بيع إلكتروني وتسويق إلكتروني في بلدنا بسوريا يعني، ولكن هو حقيقة هلأ راح باتجاه التنظيم. يعني نوه لموضوعين، أول موضوع ليش التنظيم لازم يكون موجود، وثاني شيء شو آلية التنظيم الموجودة حاليا كونه هي تجارة وهي إلكترونية، فلازم يكون في نوع من أنواع الضابطة من جهة مسؤولة عن التجارة، اللي هي غالبا حتكون جهة مسؤولة عن التموين، هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبنفس الوقت جهة اللي هي بتقدر تعمل مراقبة إلكترونية مشان ما يصير عمليات احتيال ونصب، فغالبا هي وزارة الاتصالات والتقنية. ففي هيئة اسمها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بسوريا أصدرت تعليمات الترخيص لهيك انواع من التطبيقات بالتشاركيه مع وزاره التجاره الداخليه، وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك، وبالتالي هالنوع من انواع التشاركيه بين هي الجهتين شكل نوع من انواع الضوابط والنوازم لعمليه السوق الالكتروني. هلا حقيقه شو بنستفيد منها او ليش لازم تكون موجوده؟ لانه اليوم بتعرفي قد ما كان العرض عن طريق الانترنت واضح وصريح، غير لما يكون العرض فيزيائي. فممكن انا مثلا شوف عباره عن مج مثلا، شوفه بطريقه فيزيائيا بحجم، وممكن على الواقع يكون غير شكل في حال كان طيب الكترون. هي كمان استاذ عمار خلينا نحكي شوي اليوم عن الضوابط، يمكن حكيت عن اسلوب التنظيم انه حيكون في شراكه بين وزاره الاتصالات ووزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. نعم. بس اليوم مثل ما بتعرف يعني الفيسبوك بشكل عام ما عليه رابط. نعم. او ما عليه هي القيود. نعم. فلهيك نشا هي الصفحات اللي الشباب. نعم. استخدموا وسيله مجانيه. نعم. ليروجوا لمنتجاتهم او تكون وسيله ليكسبوا رزق منها. هل رح يتم هلا فينا نقول فرز هي الصفحات او التعامل معها؟ نعم. حقيقه اليوم اي واحد بده يشتغل ضمن تجاره الكترونيه بسوريا ان كان عن طريق الفيسبوك، لانه الفيسبوك هو عباره عن عم تخلي من خلاله بيش، يعني صفحه تماما. الكترونيه اخر شيء.
وبالتالي أي صفحة إلكترونية ضمن الفيسبوك أو خارج الفيسبوك يتم عليها عرض منتجات لازم تحصل على ترخيص. هالترخيص هو مو سجل تجاري، لأن اليوم المفهوم العام أنه أنا بعمل سجل تجاري وبالتالي صار فيني اشتغل شو ما بدي. لا، السجل التجاري هو فقط ليثبت أنه العلاقة أنه أنت تقع تحت كاتيجوري أو تحت نطاق تاجر لا تقومي بعملية خدمة معينة، ولكن هناك دائما شها خدمية. يعني مثلا أنا اليوم عندي سجل تجاري وليكم مثلا بدي أعمل قناة تلفزيونية، فما مش الحال أعمل بس سجل تجاري، لازم يكون عندي ترخيص من الجهة الخدمية اللي هي وزارة الإعلام. فاليوم الجهة الخدمية للموضوع هي الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ووزارة التجارة كسجل تجاري لتقدري تمارسي أعمال تجارية. اليوم حتى صفحات اللي على الفيسبوك بس لتكون ضوابط تبلورت وانطرحت وبلش يكون في نوع من أنواع المتابعة الحكومية للموضوع، أكيد لازم يقعوا تحت نطاق الترخيص، لازم يرخصوا ياخذوا سجل تجاري وترخيص إلكتروني من الهيئة الوطنية، ويكون هون في ضوابط. ليش؟ لأنه آخر شيء هذا التاجر اللي عم يقوم بعمل تجارة إلكترونية في نوع من أنواع التاكسز أو الضرائب اللي لازم تكون مفروضة. لا قدر اليوم الدولة تحاسبها تأخذ هالجباية الضريبية الموجودة، لازم يكون في نوع من أنواع المنصات اللي واضحة تجاه الدولة قدرت من خلالها تقرأ شو قديش عمليات البيع، وبالتالي تقدر تقتطع الضريبة تبع عمليات البيع الإلكتروني. فهي المنصات لازم تكون عمليا في حدا من الجهة الحكومية له أكسس عليها أو بيقدر يدخل عليها ليقدر يشوف أنه مثلا حضرتك عملت لي صفحة، حضرتك عملت صفحة وبعته مثلا 100 ليرة، وليكن فلازم يكون في حدا عنده أكسس يقدر يشوف قديش بعته ليقدر يأخذ هالضريبة. وبالتالي اليوم هي فوات عائدات على الدولة السورية في حال تأخر تنظيم هالقطاع، لأنه عمليا يعني خلينا ناخذ اذا بدنا احصاءات عالميه لنقدر نعكسها على واقعنا. اليوم الانفاق العالمي صار كثير كبير بالمبيعات بالتجزئه على الالكترونيه، يعني عم نحكي بتريليونز من الدولارات عم تنصرف الكترونيا. بنعرف تجربه علي اللي هي تجربه براقه وبلشت تستعمل اساليب جديده بالتسويق. فاليوم انا برايي الضوابط والنوازم هي بعتقد صدرت، ولكن حتى صفحات الفيسبوك حتى شو ما كان لازم يخضعوا لهالضوابط والنوازم، لازم يكون في نوع من انواع الضابطه لهالضوابط والنوازم. فبعتقد انه كونه في قانون صدر بال2014 للمعاملات الالكترونيه، اعتقد ضمنا في صار شيء اسمه وحده جرائم الكترونيه موجوده ضمن وزاره الداخليه، وبالتالي اليوم اذا صار اي عمليه نصب واحتيال وشخص مرخص كان عنده ترخيص صار احتيال عليه من قبل المشتري، أو بالعكس صار احتيال من قبل التاجر للمشتري وراجع فصار كونه هالسوق مرخص قادر ياخد حقه من خلال أنه يكون في جهة قضائية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية والجريمة الإلكترونية يقدر يتابعه، يعرف هذا الزلم مين يجيبه، شوف الأحصائيات فعلا هاي الترانزاكشن صارت عنده، يعني هاي المنتج اشترى من عند هذا السوق، وبالتالي قدرانين يعملوا عملية إدارة للعلاقة بين المشتري والبائع أو بين شركتين في حال كان تجارة إلكترونية لشركتين من مواقع جملة خلينا نقول متجزئة. نعم. طب خلينا نحكي شوي، كونك متخصص بهذا المجال، شو السلبيات والإيجابيات للتسوق الإلكتروني خاصة أنه هو حديث العهد بسوريا؟ نعم. منظم بغير دول، كنا نشوف عبر شاشات التلفزيون انه في تسوق عبر الانترنت. نعم. لكن بسوريا عم نحكي هلا على خطوات التنظيم. نعم. برايك شو السلبيات والايجابيات؟ حقيقه انا السلبيات بعتقد حتى انتم صبايا وقعتوا فيها، يعني بتروحوا بتوصلوا على قصه من الانترنت بعد ما توصل تطلع غير منتج تماما، غير لون او غير قياس، غير لون تجيب غير شكل اللي على الحاكتيه على الفيسبوك بدي بدله بتقلك ما بقدر بدله، ما بعرف هالشكل. فبالتالي اليوم احد السلبيات هي اكيد اذا ما كان في نوع من انواع التنظيم انه حيصير في دائما مشاكل بالمبيعات بين المشتري وبين البائع، بانه حيكون في اختلافات بالمنتج. يعني حيروح هو مثلا يصور المنتج بطريقه يعطي بتعرف اليوم لأنه تقنيات التصوير ما شاء الله حتى بالموبايل صارت عم نحكي بالعشرة ميجا والقصص هاي، فعمليا اليوم قادر يعطي للمنتج صورة براقة تغري المشتري بأنه يشتري هذا المنتج حتى لو ما كان على السوية اللي هو متوقعه. وبالتالي اليوم أعتقد هي أحد السلبيات، أنه أنا لما بشتري المنتج خاصة إذا كان بنظام الدليفري لأنه كله صار بيوصل على البيت هلا من خلال هاي مشكلة تانية كمان، لازم يكون في تنظيم لهذا القطاع، قطاع توصيل المنتجات. فاليوم بتوصل المنتج واستلم ثمن المنتج في مشكلتين، إذا ما عجبك المنتج وقلت له ما بدي أخده ما مرض تأخده ما رد تدفع حقه،
فالبائع هون صار عنده كلفة بأنه عمل عملية بيع تجاري وجاب البضائع من التاجر الجملة ووصل لك إياها، عنده كلف هون، وبالتالي صار عنده مشكلة. والمشتري في حال أخذها لأنه وصلت وما طلعت مثل ما بده، صار عنده مشكلة أنه هذا المنتج غير اللي كان متوقع. فهي أحد السلبيات الكبيرة بتجارة التونية. هلأ نحن كونه سوق بعده جديد، ما كان لسه في وعي من يعني لسه ما في وعي لا من التجار ولا في تنافسية ولا في وعي من المشتري أنه تنضبط هالقصة. بالأسواق العالمية صار في على كثر الطرح اللي صار، وطبعا صار في مثل أنواع البراندات العالمية اللي بتكون لها معايير، فعمليا وصار في عدد يعني ترانزاكشن للشراء كثير كبير، فتنظمت الامور بانه صار حقيقه البائع له مصلحه تكون المنتج معروض بالطريقه الصح، فما يصير عنده مشكله، والمشتري له مصلحه ينقي المنتج اللي بده اياه الصح حتى كمان ما يصير عنده مشكله، لانه صار في انتشار كثير كبير. وهي حقيقه طبيعه بشريه، فبعتقد مع نشر الموضوع بسوريا يعني مع انتشاره وبيزيد وعي المشتري أو المستهلك لهذا الموضوع، وحيزيد بكرة التنافسية عند البائعين، فحيصير الكل يحط الكواليتي الصح والصورة الصح لحتى ما يصير عنده إشكالية وما يخسر تسوق إلكتروني لهذا الزبون موقعه، لازم يروح على موقع تاني لأنه والله جربته هذا الموقع بيجيب لي شغلة غلط، فورا بينفضح على مواقع تمام وبالتالي يروح على موقع تاني. هلأ حياة لحلك معلومة مهمة، معدل الإنفاق اليوم للشخص بأمريكا مثلا على المواقع الإلكترونية وصل ل $1,800 بالسنة، يعني عم نحكي عن رقم كبير صار يشتري أوفر إنترنت، وبالتالي ما يعني بيعطينا هون هاجس أنه معناته هذا هو المستقبل حياته. فحياته يعني شوي بتتنظم السوق وبيزيد الوعي وبتمشي الأمور، وبكرة جاي الدفع الإلكتروني أكيد حتصير القصص أسهل، لحن حوصي حمنتاج وحادفع حقه مباشرة، حيصير في شركات أكيد كبيرة ضمن تنظيم الشركات الدليفري أو شركات التوصيل، فحيوصلوا لي المنتج بطريقة صح، حيكون له سيريالز، يعني بعتقد حتنظم الأمور بشكل أصبر. يعني هو عموما التنظيم مفيد وخصوصا لما عم نحكي عن سوق مفتوحة. نعم. ولكن كمان في يعني بعض الناس بتقول أنه كان الفيسبوك أو هاي الصفحات عم تقدر تقدم خدمة للناس من صح. دون مثل ما قال الضريبة، فبالتالي هو مصدر رزق صح. هلأ رح يتحول لعمل مقنن أو صح. منظم صحيح. فهذا الشيء كمان يعني ما بيطرح تساؤلات أنه ممكن في ناس ما تقدر تجاري هذا الموضوع فتنسحب، فأنت تكون وقفت قدام فرصة عمل هي صح. كانت متواجدة ومجانية. شوفي لك اليوم لما نقول نحن كلمة تنظيم، يعني أنا ما عم بحكي من وجهة نظر حكومية، عم بحكي من وجهة نظر حدا عم يتفرج على القصة كيف عم تصير. اليوم لما بنحكي إنه اليوم بده يصير في تنظيم، هذا لا يعني إنه في كلف، يعني مثلا لما أقول له لشخص عنده صفحة على الفيسبوك أنت روح عمل مؤسسة فردية، ما بعتقد كلفك بالعشرات الآلاف ما له رقم، يعني إنه يعمل مؤسسة فردية هو على الأقل صار يضمن قدر حقوق تجاه المستهلك. فأنا اليوم ما عم بحكي عن كلف، عادة إمتى بينسحب الحدا؟ بينسحب لما يلاقي إنه بده القصة صار عليها كلف عالي عليه ما بيقدر يتحملها، وبالتالي ما قدران يعمل هالاستثمار فحيوقف. أما اليوم إذا هو كان بده ينسحب لأنه ما بده ينظم الموضوع، فهو عمليا فايت بهدف النصب والاحتيال. فاليوم إذا أنا فايت باتجاه لأنه بدي أعمل عمليات احتيال وهذا الموضوع كان رادع لي، فهي شغلة منيحة لكل الأطراف. اما اذا الموضوع كلف فبعتقد حيكون في كلف كثير كبيره، هي الموضوع تنظيمي اكثر من موضوع مادي ومالي. هلا القصه الثانيه المهمه، يعني خلينا نشوف الجانب الثاني بصراحه. اليوم كل الصفحات وكل القصص مع احترامي للكل، اليوم شو الطريقه؟ انه انا بروح في منتجات مو موجوده بالسوق بطرحها عن طريق الفيسبوك، هذا اللي عم يصير بشكل واقع هلا، وانتم اكيد عايشينه يا صبايا، يعني انا بعرف هذا الحكي. فاليوم انه عم تروح وصي عليه، حدا عم يروح يجيبه، عم يفوت بطريقة غير شرعية على البلد، يعني ما عم يكون في جمرك ولا ضريبة ولا مالية ولا شيء، حروح بيعه. فعم تصير القصة انه والله ليكني عم بقدر جيب المنتج اللي خلينا نقول الأجنبي المرتب اللي ما بعرف شو بسعر منافس للمنتج الوطني اللي أنا موجود فيه، وبالتالي كمان هي مشكلة على الاقتصاد بصراحة وخاصة بظروف الحالية. فاليوم حياة إذا بدنا نشوف الصورة من فوق، مصلحة الجميع والمصلحة العامة ومصلحة التجار والمستهلكين إنه تكون العملية فيها تنظيم حياة.
نعم. كلمة أخيرة بتحب توجهها أو نصيحة هيك لكل الشباب والصبايا اللي هلا عم بيحاولوا، يمكن نحن بنعرف إنه في كتير كمان مبدعين بسوريا عم يشتغلوا بإيديهم، عم بيحاولوا يعملوا هيك بصمة ويكون كمان ترويج لإلهم، شو بتنصحهم؟ والله حقيقة لقلك اليوم فئة الشباب هي أكثر فئة منفتحة على موضوع الموبايل والأبليكيشنز وكذا وهالحكي هذا كلياته، وعم نشوف أبليكيشنز سورية براقة اليوم. موضوع الأبليكيشنز شغلة غير مكلفة، موضوع إبداع فقط، وبنفس الوقت هو عائد الاستثماري تبعه أعلى من أي استثمار في الكرة الأرضية كلها. فاليوم أي شاب وأي صبي حابين يعملوا مشروعهم الخاص أكيد يروحوا باتجاه مشاريع إلكترونية، لأن المشاريع الإلكترونية هي اللي بتكون المستقبل، وحقيقة هي اللي حتخليهم يعملوا شيء للمستقبل لإلهم غير مستقبل البلد، وهي اللي حتنمي الاقتصاد بصراحة. يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور عمار دلول متخصص بمجال الاتصالات على وجودك معنا. شكرا شكرا كثير لوجودك معنا وللمعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا.